الفريق الاول لكره اليد سيدات كان طبعا زي ما عارفين حضراتكم تعثر في بدايه الموسم، كان عنده مشاكل، تغيير جيل، اصابات، تغيير جهاز فني. حصل بعد كده انه تولى الكابتن يحيى يوسف المدير الفني طبعا الفرقه، وكان عنده مباراه مهمه كانت مع نادي سبورتنج امبارح، الماتش كان امبارح وكانت النتيجه 26-20. الماتش ده يفيدنا في ايه؟ الماتش ده الحقيقه يفيدنا ان احنا نروح على مباراه الشمس القادمه اليوم الثلاث اللي جاي، ماتش مهم جدا، لازم النادي الاهلي يفوز في مباراه نادي الشمس. ليه لازم يفوز في مباراه نادي الشمس؟ عشان يلعب مباراه فيصل. التعادل والهزيمه ما توصلناش لمباراه فيصل، لازم البنات الماتش الجاي يفوزوا في المباراه، و حتى التعادل ما يفيدناش، لازم فوز، ما ينفعش ابدا النتيجه غير الفوز. والحقيقه لو ربنا كرمنا المباراه هتبقى يوم الثلاث الجاي مع نادي الشمس في ملعبه، مباراه صعبه بس البنات قادره، والنتائج الحقيقه اثبتت ان الفرقه حصل فيها طفره كبيره خلال توقف كورونا. الحقيقه كاميرا الابطال كانت مع البنات ومع الجهاز الفني، وصورنا معهم تقرير في مباراه سبورتنج اللي فات، اشوفوا التقرير وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله اللي احنا كسبنا النهارده، كان ماتش صعب نفسيا اكتر ما هو هنبول. الحمد لله طبعا دي خطوه ان شاء الله، عندنا يوم الثلاث اللي جاي ماتش الشمس في ارض الشمس، ان شاء الله نكسبه، ان شاء الله نعمل ماتش فيصل على بطل الدوري. الماتش ده لو قدر الله حصل لك حاجه فانت كده الدوري بالنسبه لك راح، فعشان كده كان العامل النفسي عليهم كان جامد جدا. طبعا اكيد بعذرهم طبعا، عشان كان كمان كان في ميس باس كتير جدا في الماتش، بس في الاول والاخر اقول الحمد لله على الفوز. دي خطوه ان شاء الله اليوم الثلاث ان شاء الله نكسب ونلعب ماتش فيصل ان شاء الله نكسب. مستعين بالجول بتاع الناشئين 2002، عندي ايه الحوشي، عندي ساره حسام مصابه، طبعا عندي يارا مصابين، عندي بعض اللعيبه جوه الفريق مصابين وهم بيلعبوا يعني، بس اصابات ممكن تلعبهم. الفرقه طبعا المفروض ان ده النهارده الماتش اللي هيرجع البطوله تاني، ان احنا نكسب النهارده ونلعب ماتش فيصل مع الشمس. فانا شايفه ان الفرقه ما شاء الله ابتدت تفوق، وابتدينا ان احنا نلعب مع بعض اكتر، ابتدى لعبنا يبقى جماعي، كان معظم لعبنا فردي كل واحد لوحده، ابتدينا ان احنا نلعب مع بعض، بقى في روح في الملعب اكتر، كل واحده حتى لو واحده بتقع لازم اللي جنبها بتشيلها وبنساعد بعض الحمد لله. فتمام، كلنا مركزين، كلنا روح واحده، المكسب بتاعنا المكسب بيجيب مكسب. احنا قبل ما الجهاز الفني يتغير وكده كنا خساره، ففريق سبورتنج كسبتنا الدور الاولاني على ارضهم، احنا كسبناهم الدور الثاني على ارضنا، الماتش ده ما كانش ينفع يروح مننا. فاحنا كنا دايما واخدين من ساعه ما بدانا بطوله الدوري بعد الكورونا، قلنا الدوري ده مش هيروح، وعدنا بعض وعدنا الجهاز الفني اللي احنا ان شاء الله نقدر ناخد بطوله. النهارده ربنا كرمنا بماتش مهم قوي يفرق معانا واحنا رايحين الماتش بتاع يوم الثلاث دوت، وان شاء الله ربنا مش هيضيع تعبنا ان شاء الله. الاستعداد مش في اليومين دول، هو الاستعداد ده احنا بقالنا يعني احنا تقريبا ما صيفناش السنه دي، احنا ما عملناش اي حاجه غير ان احنا نتمرن كل يوم ثلاث ساعات، بنتعب قوي، فان شاء الله يعني املنا في ربنا كبير ان احنا ناخد الدوري يعني باذن الله.